عودة مجددة لكم كوتش عبد الله معاكم. شلون تحسن أدائك الرياضي؟ أو في هالفيديو راح أشرح لكم العناصر الرياضية اللي تخليك رياضي أفضل. ولما أتكلم عن الرياضي أقصد فيه الشخص اللي يلعب لعبة رياضية أو الشخص العادي اللي يحب يمارس الرياضة ويصير رياضيا أفضل. وراح نشرح بالكامل العناصر الثمانية اللي تساعدك إنك تكون رياضي أفضل. في البداية طبعا هني هذه دائرة الرياضي، أوكي، تقدر تسميه أثليتزم أو فتنس. إنزين، والعناصر الثمانية أول شيء راح أتكلم فيه اللي هو المرونة أو الإطالة أو الفلكسبيليتي. إنزين، الفلكسبيليتي اللي أقصد فيه إنش كثر أنت مرن. إذا أنت تمارس الرياضة لفترة طويلة احتمال جسمك يصير يابس، خصوصا إذا كنت تمارس تمارين المقاومة كمثلا بادي بيلدينج، باور ليفتينج، أو خلينا نقول تركض سبرنتات، أو خلينا نقول تركض ماراثون مثلا، وما تهتم بالإطالة والمرونة، طبيعي جسمك يكون يابس. حتى إذا أنت ما تمارس الرياضة فترة طويلة طبيعي الجسم الإنسان يصير يابس، ومع تقدم العمر تصير مرونتك تقل. فلا بد أنك تهتم بالمرونة بشكل مهم جدا، لأن المرونة تساعدك على تحسين أدائك الرياضي. إني حق ثاني شيء اللي يسمونه الاندورنس أو التحمل، القدرة على التحمل. إنزين، اللي دي من ضمنها الكارديو، وإنك شلون أنت تقدر تتحمل والجهاز التنفسي عندك يشتغل بشكل فعال، الجهاز العصبي فعال. مثال لما أنت تسوي تمارين خلينا نقول ترفع الهارت ريت حيل، مثلا قاعد تركض سبرنت، أو خلينا نقول قاعد تسوي تمارين بادي ويت، بسرعة تتعب. التمارين اللي تستخدم فيها وزن جسمك عادة تكون متعبة لأنها تستهلك انرجي وايد. فالطاقة وشون تتحكم بالطاقة، هني لابد أنك تدرب التحمل الاندورنس. أوكي، هني حق رقم ثلاثة سترينث. أوكي، السترينث أو القوة. القوة طبعا نوعين، أوكي، مو نوع واحد. في شيء اسمه ريلاتيف سترينث، القوة باستخدام وزن جسمك اللي هي أيضا تستهلك طاقة. إنزين، أو القدرة على التحمل، مثلا تمارين البادي ويت، إذا أنت تقدر تسوي تشينوب، إنزين خلينا نقول العقلة، طقيت مثلا 10 تكرارات، وخلينا نقول مثلا وزنك 80 نفترض، وتعبت من خلال 10 تكرارات، لكن في شخص ثاني ممكن يسوي 30 بلا توقف، فهذا دليل أنه هو قوي بوزن جسمه. هذا يسمونه الريلاتيف سترينث، يسمونه باوند تو باوند سترينث. اوكي، ايش كثر انت قوي بوزن جسمك، سواء في البوش اب، في التشين اب، في عده تمارين تستخدم فيها وزن جسمك. ايضا في شيء اسمه ابسولوت سترينث، اللي هو ايش كثر انت تقدر تدفع وزن، او يعني تكون عندك القوه والمقاومه انك تدفع وزن او تدز الوزن او تسحب وزن، خلينا نقول مثل وزن جسمك او اعلى. يعني مثلا اذا انت شلت اوفر هيد بريس، انزين شلت الوزن فوق راسك والوزن اللي قاعد تشيله تقريبا نفس وزنك، خلينا نقول مثلا انا 80 او 75، اوكي وزني حاليا 74، اذا بشيل 74 كيلو او خلينا نقول 80 كيلو ستريكت اوفر هيد بريس، معناته انا قوي اكثر من وزن جسمي. طبعا في ناس يقدرون يشيلون دبل جسمه او ثلاث اضعاف جسمه، هذا دليل القوه، يسمونه ابسولوت سترينث. اني حق رقم أربعة اللي هو السبيد، السرعة. كرياضي لابد أن أنت تكون سريع، الرياكشن عندك سريع حسب اللعبة الرياضية اللي أنت تسويها، أو إذا أنت كنت شخص عادي خلينا نقول تبي تركض تلحق كرة القدم. إنزين، السرعة اللي أنت تحتاجها عشان تروح تأخذ الكرة والأجيليتي والموفمنت، هذا لابد أنك تطورها. طبعا كل مهارة فيهم تحتاج تطوير، لكن إذا أنت زين في أغلب المهارات هذه راح تكون رياضي أفضل أكيد. إنزين، إني حق نقطة الباور أو القوة الانفجارية. القوة الانفجارية هو إنك أنت تشيل مثلا وزن من نقطة إلى نقطة، أو إنك تستخدم قوتك بأسرع شيء عشان توصل حق نقطة معينة. مثلا تمرين خلينا نقول الخطف، لما أنت بتشيل وزن من تحت الأرض، وزن ثقيل، وتيب بسرعة قصوى إنك تخليه أوفر هيد، تحتاج قوة انفجارية، تحتاج تشغل عضلات أكثر، الجهاز العصبي يشتغل بشكل فعال أكثر، تكنيك عالي جدا. فمرحلة الباور مو مرحلة سهلة. طبعا مو شرط الخطف أو تمارين الويت ليفتنج، ممكن أنت تطورها بالسبرنت أيضا. مثال
تست 10 متر او 40 متر، كل قوتك في اسرع وقت ممكن تقيسه، هذا يسمونه الباور، ويحتاج ايضا تدريب. انزين، هني حق نقطة مهمة جدا هني، اذا انت شخص مستعد يسمع كلام الكوتش، زين، يسمونه القدرة على التوجيه، القدرة على سماع الكوتش، او خلينا نسميه بالعربي بالانجليزي كوتشابيليتي. زين، انه تسمع كلام الكوتش، تطبق تعليمات الكوتش. مو شرط كل الناس مستعدين يسمعون كلام الكوتش، في ناس يعني يتعلم حركتين ثلاث خلاص يثق انه هو فاهم مثلا، او في ناس صعب بالنسبه له يتقبل كلام الكوتش، وفي ناس يسمعون كلام الكوتش بالحذافير ويطبقون، هم اللي عاده يشوفون النتيجه، لان الكوتش هدفه انه يخليك مسؤول عن نفسك اكثر، ويوصل لك الرساله او المسؤوليه هذه، ويخليك انت في النهايه توصل حق اللي تبي. اوكي، اني حق 1 2 3 4 5 6، هني فعد نقطة مهمة، النقطة هذه يسمونها mental toughness. mental toughness بالعربي نقدر نسميها اللياقة الذهنية أو القدرة على التحمل نفسياً. أوكي، طبيعي جداً أنت تحتاج الصبر عشان تشوف نتيجة، تحتاج التأقلم، تحتاج أنك تتغير، تحتاج أنك تغير عادات، وايد شغلات تحتاج أنك تسمع أكثر، وايد شغلات تحتاج تغيرها إذا تبي تشوف نتيجة. ويمكن هذه الشغلة اللي تساعدك في تطوير كل هالشغلات هذه، لأن من غير القدرة على التحمل وتحدي الضغوطات اللي أنت تمر فيها كرياضي، ممكن تفقد وايد من هالعناصر. وعنصر الأخير والمهم جدا حق كل رياضي لابد أنك تضبطه، اللي هو التغذية، نوتريشن. أكيد التغذية مهمة جدا، راح تساعدك في حرق الدهون، راح تساعدك في بناء العضلات والاستشفاء العضلي وتحسين أدائك الرياضي في كل هالجوانب. مثل ما شفتوا الحين هذه الجوانب كل واحد فيهم لا يمكن شرح خاص فيه، لا علم خاص فيه، ولكن أنا اختصرت لكم اللي يسمونه الأثليتزم. أوكي، أو أنك تكون شخص رياضي، وسواء أنت رياضي في لعبة فردية أو جماعية ولعبة احترافية، او انت شخص يبي يتدرب مثل الرياضي ويبي يشوف نتيجة رياضي، او مهتم انك تكون مرن اكثر، عندك قوة، عندك القدرة على تحمل اندورنس، تطور جميع هذه النواحي عشان تكون رياضي متكامل. اكيد ما راح تدش مكان او عند تتدرب عند كوتش وفجأة راح تصير كامل في هالسوالف كلها، واكيد يلعب دور وزنك، عمرك، جيناتك، اللي يسمونه التوافق العضلي العصبي، كل شخص يختلف عن الثاني، ولكن كل شخص ممكن يضبط شيء هني اكثر من هني. يعني انت شويه مو سريع، ولكن تقدر تزيد سرعتك، مو قوي وايد، ولكن تقدر تسوي تمارين سهله تساعدك في القوه الانفجاريه، وهكذا. شرح مثل ما شفته مبسط جدا. دائما اذا انت بتبي تروح المكان او عند تدرب عند الكوتش المناسب اللي يقدر يساعدك في كل هالجوانب، لابد انه يكون في شيء اسمه ارقام ايضا، يعني يمكن نقدر نضيفه هنا. لغه الارقام مهمه، يعني انت ما تقدر تسوي فحص مثلا حق السبيد الا لما تسوي اختبارات السرعه، مثلا اختبار مثل ما قلنا 10 متر او 40 متر او 100 متر، كم ثانيه تقدر تقطعها، كم الوقت الزمني، المده الزمنيه اللي تقدر تخلص فيه، ودائما يكون مثل فيها اختبار. ايضا عندك ريليتيف سترينث، تمارين مثلا البوش اب، تقدر كم تقدر تسوي ماكسيمم بوش اب بعد لما تتدرب 13 14، تسوي نفس الاختبار ماكسيمم بوش اب، او العقله، يمكن انت ما تشيل ولا طقه واحده عقله، شنو لازم تسوي عشان تطق مثلا 3 طقات عقله بعد خلينا نقول شهر او خلينا نقول شهرين تقدر تطق اكثر. فهذه الفكره ان انت تصير في عندك اختبارات حتى بالنوتريشن، اذا نبي نقيس النوتريشن والتغذيه، وهل قاعد تستفيد من النظام الغذائي، لازم نسوي فحص نسبه، فحص نسبه الدهون، فحص العضلات، وزن العضلات، كتله العضليه، فحص وزن الماء، وهكذا. حتى المرونه طبعا تحتاج تسوي مثل ما نقول ايفالويشن، هل انت تقدر تنزل كامل حق تمارين، مثلا كان اقول هامسترنج عندك شاد، شنو التمارين اللي تحتاجها عشان تزيد المرونه عندك، ومتى تسويها. كل هالعناصر هذه تحتاج سيستم، برنامج. من غير برنامج ما تقدر تنمي كل هالعناصر،
وايضا السيستم يحتاج منك شغلتين، ان رقم واحد تستمر بالسيستم، يعني مو فقط شهر وتمشي شهرين تمشي، لا تستمر عشان تتطور تتطور. ورقم اثنين السيستم في لغه ارقام، في ميجرمنت، في ارقام دائما انت تمشي عليها وتتطور بناء عليها وتقدر تتطور اكثر ومع الوقت تتطور، عشان ما توصل مرحله يعني تحس انه ها ذاتس ات ما وصلت حق اللي ابي او وصلت حق اللي تبي وخلاص هذا اللي انا وصلت له، يعني ترجع لورا، لا دائما انت في تقدم مستمر وهذا ميزه السيستم. في تي اف دبليو نقدم لك هذا السيستم المتكامل، عليك فقط انك انت تستمر في السيستم وتطلع المحارب اللي بداخلك.